السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، تكون الصحة ديالكم مزيانة. أول حاجة كنتمنى تكون الانسكريبسيون ديالكم تكون دازت مزيانة، يعني بخير وعلى خير. ثانيا بغي نقول لكم فيليسيتاسون، مرحبا بكم معنا. واحد الجملة غتسمعوها بزاف، لانتيغراسيون، فوزيت لا كريم دو لا كريم، وبصح خصكم تكونوا فيها براسكم ومفتخرين براسكم انه ايكول ناسيونال تدخل ليها ماشي سهله، دونك خصكم تكونوا فيغ. بيان سور راه دخلتوا ليها حيت تستاهلوها، ماشي عطاوها لكم فابور، تستاهلوها، تعذبتوا في الباك، تعذبتوا في قرايتكم، تستاهلوا اون ايكول. مي بيان سور، وهذا علاش درت اصلا هاد لا فيديو، كو غتلقاو صعوبات، سي نورمال. بطبيعة الحال الصعوبات كيختلفوا من اون سجي لوحد اخرى، ولكن غالبا هاد الصعوبات اللي نهضر لكم عليهم يعني اون جينيرال اي واحد كيطيح فيهم، خصوصا في عامو الاول. بات واحد الحاجه اللي عاديه واللي كنا كنطيحوا فيهم، سواء انا سواء لي زلاف اللي كانوا قبل مني سواء نتوما اللي جايين. بور سولا غنحاول نقولهم لكم اليوم كاملين باش تحاولوا تيفيتيو لو ماكسيموم. اي فوالا، كنتمنى لا فيديو يعجبكم، كملوا لا فيديو حتى لافان. يلا نبداو. اول حاجه كيتبدل عليك الجو، حيت باش كنهضروا على الليسي، صحاب الليسي، الحماق ديال الليسي، كشي كامل كيمشي كنوليو في يونيفرسيتي، يعني سيستيم يونيفرسيتير كامل، سوا في لون سي جي، لانسا، لانسا، ملافاك، اكسيتيرا، كلو تقريبا كيولي واحد اخر. غير لو في ديال انك كتكون مع صحابك في الليسي وكتكون كتعرفهم بزاف، كتلقى راسك اوبس نجحتي بوحدك مثلا في ديك ليكول، ولا كاع الا نجح معاك شي حد كتعرفو مثلا ما كانش امي ديالك، يعني كتمشي لديك ليكول انت ما كتعرف حتى شي واحد. غالبا انا بعدا هادشي طرا ليا، يعني مشيت لون سي جي ما كنعرف حتى شي واحد، وتانتوما دابا اللي كتفرجوا فيا يقدر شي واحد يكون واحد لامي ديالو، ولكن واحد 90% غيكونوا غاديين ما كيعرفوا حتى شي واحد. داكشي باش اللي بغيت نقول لكم، حاولوا تجيو دي زامي، ميمكنش تبقاو عادي، علاش ما كنهضرش على عام ولا عامين، كنهضر على 5 سنين. 5 سنين غتكونوا اونصومبل، 5 سنين وانتم حيت شحال كنبقاو كنقراو اونصومبل، يعني الا جيتي مثلا مع واحد الجروب راه تبقاو اونصومبل، الا مثلا هذاك داك البيرسون ما دارش شي ترانسفير ولا شي حاجه راه كتبقاو اونصومبل، سكيفي راه غتكملوا واحد 5 سنين كاملين، يعني خصكم تجيو دي زامي، خصكم عندكم لا كليك ديالكم. فاش يلا دخلوا ما تبقاش منعزل على راسك، ما تبقاش جالس وشاد الفطار ولا، ماشي مشكل الا انت خديتي الانيشياتيف، الا مثلا انت جلستي حدا شي بنت هضرتي معاها تعرفتوا على بعضياتكم، ماشي مشكل، لانه هكذا باش كنلقاو صحاب. انا الا بقيتي شاد الكتاب ومنعزل غتبقى العام كله منعزل، وغتبقاو عاد 5 سنين اخرى منعزل. داكو بيان سور، باش نيت هما في لانتيغراسيون باش كيعرفوكم، كان ديك الساعه داك العام كانوا داروا دي جو داكشي، هاد العام جو بونس با غيكون هادشي، ولكن هي في لي بروجي كيكونوا دي جروب، وباش نتوما ديو دي كونيسونس كيديروا لي جروب سولون لا ليست، يعني الكنيون، يعني عندكم لو سي جي كيكون فيها بزاف ديال لي بروجي على طول العام. هما عارفينكم ما كتعرفوش بعضياتكم، سكيفي لي جروب تيكونوا سولون لا ليست تاع السيمستر دو، عاد باش كيقول لك انت دير الجروب اللي بغيتي، وكاينين دي بروف بيان سور اللي كيقول لك لا سولون لا ليست، يعني نفس الكنيان، يعني مثلا كيكون واحد 6 الناس ولا 7 على حساب البروف وشحال داير في لو نوم، يعني تما راه كتبقاو لوكازيون باش تجيو دي زامي، باش تجيو لا كليك ديالكم، فوالا، يعني كتعرفوا على بعضياتكم. وهكذاك شويه بشويه شويه بشويه حتى كتلقى راسك راك انتغري وكتعرف الناس. هادشي اللي كاين، دونك هادي الاولى، يعني فاش كنقول لكم لو جروب اللي كتكونوا على حساب الحرف ديال لو نون ديالكم، كتكونوا واحد الجروب، داك الجروب راه كتكونوا نتوما وياهم على طول العام، يعني ولا نفرض مثلا دوك لي بيرسون ما داروا لا ترونسفير لا والو، ماشي غتكونوا على طول العام، وانما تكونوا على طول واحد 5 سنين وانتوما اونصومبل. دونك نصيحه مني لكم، من الاول من البروجي الاول كنفرقوا لي طاش بيناتنا، هاش ديال نبا هاش ندير نا، انا ما كايناش هذيك الهضره ديال لا هادي اول مره ماشي مشكل ندير انا الخدمه بوحدي، لا هادي اول مره، ما كاينش اول مره، حيت راه من الاول كيما تنقولوا كيبان شنو كاين، يعني من الاول ها شنو ندير نتا وها شنو ندير انا، تعلموا تفرقوا لي طاش، حيت راه شوفوا حتى حنا في الاس 1 كان عندنا بروجي واحد، وصلنا الاس 2 10 ديال لي بروجي، 10 ديال لي ماتير، 10 ديال لي بروجي، وهكذا في الاس 3 الاس 4 الاس 5، يعني راه لي بروجي بزاف الا ما درتوش من الاول نقط على الحروف ديال ان انت خصك دير هادي وانا ندير هادي، ودوك لي ريونيون، يعني مثلا حيت كاينين، حيت انا كنشوف نيت دي جروب كتلقى كيقول لك انا ما باش نحضر الريونيون ما مساليش، والا هادشي من الاول قال لك انا ما مساليش وقلتي ليه صافي الله يسر، صافي كتبقى طول العام هو ما كاينش الريونيون، يعني من الاول حاولوا تحطوا لي بوين سور لي اي باش تناو ويدوز داكشي مزيان. ثالثا كونسيرنون لي كور،
فاش كنهضر على الكوغ في اي ماتيير راه داك الشيء الاول يعني في البدايه كيكون ساهل كيبقاو غاديين 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 حتى كتوصلوا لواحد الوقيته كيجي صعيب باش نكونوا صريحين يعني فاش كيجي صعيب خصكم تكونوا شادين داك الشيء الاول الا ما كنتوش شادين السهل راه ما كتشدوش الصعيب شنو كتكون شنو هي السياسه هادشي حنا طرانا نيت حنا في اس ان يعني كتقول ماشي مشكل تا يقرب الامتحان وغادي نراجع راه خصكم تعرفوا راه ما كيعلموكمش ماشي كيعلموكم كاين واحد السيمانه قبل كتعرف راه كاين الفينال يعني من الاول خصك انت تدخل السيمستر وانت عارف بلي راه لي فينو تابعينك شهر واحد فهمتوني شنو نوصل لكم حيت حنا شنو طرا لينا نيت هاد العام بقينا كنقراو عادي حتى دوزنا لي سي سي بقينا كنقراو صافي سالينا البروغرام دابا السيمانه الجايه عندكم امتحانات الناس اللي عارفين كانوا ديجا كيبريباريو وبداو البريباراسيون في شهر 12 شهر 11 حنا ما بديناش فهمتوني شنو نوصل لكم يعني بريباراسيون تبدا في شهر 12 جون راه ما يقولوش لكم السلام عليكم راه باقي لكم شهر الامتحانات ما يقولوهاش راه ما يقولوا لكم حتى تبقى واحد السيمانه ولا 15 يوم كاع يعني كونوا شويه بريت وتوقعوا فهمتوا هما راه ما غايقولوش لكم باقي لكم شهر الامتحان ولا باقي لكم 15 يوم لا كيقرب الامتحان باقي واحد السيمانه ولا هاد باش كيخرج البلانينغ دي زيكزام يعني الا ما كنتوش نتوما على بالكم راه اكثرنا نيت حنايا وتجمعنا الخدمه كامله بوغ سولا هذا التفاد يعني مثلا واحد لا ماتيير نتوما من الاول عارفين عندكم فيها صعوبات ما تخليوهاش حتى الاخر مثلا المات بالنسبه للناس لي زيكونوميست المات من الاول بقاو غاديين معاه حيت الا خليتو داكشي حتى الاخر تجمع عليكم راه شويه كتكون القضيه صعيبه بيان سور راه كتفاليديو ماشي ما كتفاليديوش ولكن كتكون تما راه ماشي بحال داك انت من الاول وانت غادي داكوغ المهم ان شاء الله ما يكون غير خير واحد الحاجه اخرى اللي نهضر عليها اي باش تكون في بالكم فاش كنمشيو لواحد القسم ولا سيكسيون ولا 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 راه النيفو يقدر يكون طالع عليك مثلا انت ولكن الا لقيتي النيفو طالع عليك ماشي تقول لا شوف انا مالي هكا حيت مثلا تقدر تكون طاحت حياتك كامله كتكون طالعه في القسم فاش كتجي كتلاقى مع ناس اللي طالعين عليك كاين اللي كيبقى فيه الحال كاين اللي كيقول كيفاش هذا هذا لا عادي عادي حنا مثلا في المات بزاف داك العام كانوا دخلوا ناس اللي كانوا قراو عام في ليفيستي يعني قراو عام في ليفيستي عاد عاودوا دفعوا ميساج سكي في المات كان بنادم طيطير كل صراحة عارفين حنايا ناس ديال ليكونومي بالخصوص حنا قلال اصلا في القسم عاتي كنشوف شنو كيقولوا هذا يعني بنادم ديجا حتى الاستاذ ما مع النيفو هاد الاستاذ كيمشي مع النيفو ديال القسم يعني فاش كيكون النيفو ديال القسم طالع ما بقاش شي حوايج كيحكر عليهم اونطونك حنا خصو يحكر على داك الشيء حنا راه ما عارفينو يعني لا باس ديجا اصلا قليله دونك الا كان النيفو طالع ما كيعنيش انكم ما تقدروش فاليدي ولا ما تقدروش تمشيو مع النيفو لا با دي تو خاص شويه الخدمه وي ديجا راه كيكونوا دي بروف يوتيوب عاونوا بهم لي بروف ديالكم لي كور اكسيتيرا صحابكم يشرحوا لكم عادي داكشي راه جالبي العمل في اليونيفرسيتي واحد كيشرح الاخر وكتعاونوا بيناتكم وما كيكون غير الخير كنتمنى لكم التيسير وحق الله العظيم من كل خاطر بيان سور اللي عنده شي كيسيون الانستغرام ديالي لا محافظه ديما مفتوح في وجهكم الله يستر لكم كنتمنى نكون فدكم وكنتمنى لكم التيسير سيري دورينطاسيون سالت هنايا نرجعوا شويه صحاب الباك تا هما خصنا نخدموا معاهم شويه دونك الا كتعرفوا نيت دي جون دي باشولي زعما الناس كيقراو في الباك ايكونومي راه غيكونوا دي كو غراتوي دو سيمين في ليكونومي والكونطا نخلي لكم النمره حاولوا تعطيوها لهم يتواصلوا معايا باش يكونوا تا هما يستافدوا تهلاو ليا فراسكم السلام عليكم الله يسلمك.